بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة والسيدات الحضور، شباب مصر العظيم المشارك في هذا الرالي، اسمحوا لي في البداية أن أنا أتوجه لجميع الحضور بكل التحية والتقدير، وحابب أن أنا أعبر عن سعادتي بوجودي وسط هذا الحشد الكبير في هذا اليوم المميز والذي يشهد فعاليات ختام الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية في مصر إيفر. والنهاردة احنا موجودين في قلب مدينة العالمين الجديدة، ويمكن زي ما مقدم الحدث قال، هذا المكان ما كانش موجود خالص من 6 سنوات، يعني كانت مجرد صحراء قاحلة وكان فيها مشاكل كبيرة، وكان بيبقى ساعات في أطفالنا وشبابنا ممكن يعني يحدث ليهم إصابات بسبب الألغام اللي موجودة. فالنهاردة ان احنا نشوف مكان بقى بينبض بالحياة بهذا الشكل، ده شيء عظيم وبيبعت بالأمل، وزي ما بنقول البنى بسواعد شباب مصر، وهذه المشروعات وهذه المدن هي كلها لشباب مصر ان شاء الله في خلال الفترة القادمة. والحقيقة ان هذا الرالي من الفعاليات المهمة جدا في مجال بناء قدرات ومهندسي ومصممي ومصنعي السيارات الكهرباء من شباب كليات الهندسة المصرية. وهنا يمكن حابب ان انا يعني بعيدا عن المنصب السياسي يعني اشعر بالفرحة وبالفخر كوني انا كمان مهندس زيكم، ان انا اشوف النهاردة شباب المهندسين وهم بيعملوا حاجات تفرح بهذا الشكل الجميل. والحقيقة ان هذا الجهد الحقيقة بيأتي في اطار ان احنا كدولة بنشجع النهاردة تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة والاستفادة من مخرجات البحث العلمي زي ما الدكتور أيمن قال، ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات حقيقية على الأرض. وهنا أنا حابب أن أنا أجدد التأكيد على تقديم كل الدعم لشباب مصر للإبداع والابتكار بما يحقق زيادة مساهمته في مختلف أوجه الاقتصاد المصري، وما يتضمن ذلك من مجالات الصناعة خاصة صناعة السيارات. احنا فيه اهتمام شديد جدا من الدولة بهذه الصناعة وتوطينها في مصر في خلال الفترة القادمة، والعلى الأخص موضوع سيارات الكهرباء. فعشان كده يمكن انا سعيد وكنت حريص جدا ان انا اكون موجود معاكو النهاردة بالذات، لان هذا الرالي هو متخصص او خاص بالسيارات الكهربائية. وطبعا ده كله بيخدم مجالات التنمية المتكاملة في مصر في اطار رؤية مصر 2030، والتي تتضمن تعزيز ودعم ريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة، إلى جانب تشجيع رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا ودمجها في جميع القطاعات للنهوض بها. والشباب المصري هو اللي بيعتبر أحد أهم ركائز هذه الصناعة المستقبلية خلال الفترة القادمة. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن أنا عارف إن إحنا كلنا منتظرين نشوف فعالية السباق، ولكن أنا حابب أن أنا في الختام أن أشيد بالجهد الكبير اللي بذله شبابنا علشان يخرج بهذه السيارات، لأن مش مهم النهاردة مين فعلا تبقى أسرع سيارة، ولكن الأهم هو نجاح التجربة وأن كل سيارة من دول تكون ممكن نموذج لمشروع مستقبلي إن شاء الله. وحابب أن أنا أتوجه بالشكر طبعا لأخي معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللجنة التنظيمية من كلية هندسة جامعة عين شمس، والأكاديمية البحرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم هذا الحدث. وأتمنى لشبابنا كل التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.